الأطفال ما كلها عندها ردات الفعل مثل بعض، ولا كلها نمط ردات فعلها بيجي بنفس الوقت بنفس الطريقة أو بنفس القوة. في أطفال دغري بعد ما صار الانفجار صار عندهم ردات فعل، صاروا عم بيحكوا بالموضوع، صار عندهم كتير أسئلة عم تطلع، مع الوقت بلشت تخف. في أطفال بوقتها كانوا بعدهم بحالة صدمة، ما كتير تفاعلوا مع الأمر، والأهل فكروا أنه قال ولد منيح وقوي وقطع هالمرحلة وخلص نحن خلصنا منها. هلأ عم يبلش يبين عوارض معينة، والأهل ما عم يربطوا هالشي بالانفجار لأنه عم فكروا أنه خلص ما هيدا الشي قطع، ونحن بوقتها طفلنا ما فتح الموضوع. في كتير عوارض بيقطعوا فيها الأطفال. في عوارض بتكون ظاهرة أكتر، يعني مثلاً ممكن الطفل يبين عليه كتير الخوف والقلق، يصير عنده صعوبة بالنوم، يصير في صعوبة بالتركيز يلي هي كمان نوعاً ما بتصير تأدي لتأخر بالدراسة والتأخر أكاديمياً. في كمان عوارض بتكون أقل ظاهرة، يعني مثلاً الطفل بيصير عنده ميول لأنه ينعزل أكتر، بيصير عنده ما بقى عم يتفاعل مع الآخرين أكتر، إن كان العائلة ولا إن كان أصدقائه بالمدرسة. في كمان ولاد بيتحاشوا كل شيء له علاقة بالانفجار، إن كان بيرفضوا يرجعوا مثلاً لبيروت. في كتير عيال ظهرت من بيروت وقت الانفجار، وبعد لهلأ الولاد رافضين يرجعوا على بيروت، رافضين يرجعوا على البيت. في ولاد رجعوا على البيت، وقت رجعوا على البيت رجعت تحركت فيهم كل الذكريات وصار عندهم صعوبة يتعاملوا مع هالشي. وفي أطفال كمان حتى عندها صعوبة بالتعبير، يعني منها لحالة ما بتعبر عن شو عم بيصير معها بطريقة عفوية. مهم أنه الأهل يعطوا مجال لأولادهم يعبروا بلا ما يصلحون، يعني يتركوا مجال لكل المشاعر تطلع، لأنه كتير مرات نحن بنسمع أهل أنه بيقولوا لنا أنه ابننا قال أنه معصب ولا خايف، ولا بنسمع الأهل عم بيقولوا هالشي وبنسمعهم عم بيقولوا لأولادهم أنه لا بس ما تعصب ولا ما ضروري تزعل ونحن ما منا نكون هيك، نحن منا نكون قوية. هيدا نحن كتير بننصح الأهل أنه ما يوقفوا أولادهم عن التعبير بالمشاعر، بالعكس بيساعد إذا نحن منجاوبهم على كل الأسئلة اللي هن عندهم إياها، وحتى إذا هن يمكن ما سألوا نحن نفتح الموضوع شوي بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا ممكن أهل تكسر بيتهم وخسروا التخت تبعهم ولا الصوفة تبعهم، ممكن الأهل هن يفتحوا المبادرة ويقولوا للولد أنه أنا مشتاقة للتخت اللي عنا إياه أو لهالصوفة اللي كلنا نقعد عليها. وحتى أكتر من هيك أنه هن يفتحوا لهم مجال للولاد يحكوا يمكن عن شو عملوا، أنه ممكن إذا ولد عمر شيء وكسره الأهل يسألوا الولد فيك تخبرني شو صار أو شو عم تعمل أو خبرني أكتر عن الشيء اللي عم تعمله هلأ أو عن الرسم اللي عملتها. بقى نحن كتير منشجع الأهل يسألوا أولادهم خاصة أسئلة مفتوحة، يعني خبرني شو عم تعمل، قلني شو عم بيصير، أكتر من أنه صح وغلط وهذا الشيء بنعمله وهذا الشيء ما بنعمله. بقى نحن بنفس الوقت بدنا نخلي الولد هو يقدر يحكي عن مواضيع، يقدر يسأل، وبنفس الوقت نكون منتبهين هو شو عم يسمع، خاصة أنه هالأيام الولاد عندهم أكسس كتير هين للتيفي وللتليفونات وللأخبار اللي عم تطلع دايما. في مرات الأهل بيفكروا أنه يي معلي أنا أحكي دايما ما هن ما بيفهموا أو هن ما عم يسمعوا. بالوقت الأطفال خاصة وقت يكون عندهم شوية خوف وشوية قلق بتصير راداراتهم مفتوحة كل الوقت وبدهم يستوعبوا حيلا معلومة عم تقطع قدامهم. حلو الأهل يرجعوا يذكروا الولد ويعطوه حس بالأمان، أنه صحيح كل هالأمور صارت بس مهم أنه نحن هلأ مع بعض، أنه نحن رح نضل مع بعض. حلو كمان كتير يذكروا الأهل يذكروا أولادهم بالحب اللي عندهم إياه لأولادهم، أنه نحن كعائلة لو شو ما صار نحن رح نضلنا نحب بعض ونحن رح نضلنا ندعم بعض، لأنه حلو يذكروا هن يتذكروا ويذكروا العائلة كلها أنه نحن عنا أمور كتير أساسية ها ما منخسرها لو شو ما صار، اللي هي الحب ووقفتنا حد بعض.